تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، تستضيف مملكة البحرين ممثلة في هيئة جودة التعليم والتدريب مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي 2017، ويتزامن مع عقد الاجتماع الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في البحرين ضمن اجتماعات إقليمية أخرى تعقدها المنظمة تمهيدا لمؤتمرها في العام 2018. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب. دكتورة، ما هي أهم المحاور التي سيركز عليها المؤتمر؟ مرحبتين ومساكم خير. طبعا أول شيء أشكركم على الاستضافة. وبالنسبة لمؤتمر الشبكة الدولية فهو طبعا يغطي عدد من المحاور التي تنطوي تحت عنوان المؤتمر، وهو الفرص والتحديات لضمان الجودة في التعليم العالي بين التعاون والتنافسية. وهذه المحاور يكون طبعا ضمان جودة التعليم العالي بشكل عام، أفضل ممارسات التحسين المستمر بحيث يستعرض الفرص المتاحة لتطوير قطاع التعليم العالي وكذلك التحديات اللي يواجه هذا القطاع، وأهم ممارسات تجويد مخرجات التعليم العالي مقارنة باحتياجات سوق العمل. كما وأن هناك بتكون جلسات نقاشية حول التنافسية لضمان الجودة في التعليم المحلي والدولي ودور ضمان الجودة في إزالة المعوقات من أمام الطلبة ومؤسسات التعليم، إضافة إلى مناقشة عولمة ضمان الجودة وأطر المؤهلات، ويختتم بأجندة لوضع أجندة لضمان الجودة للسنوات الخمس والعشرين القادمة. نعم دكتورة، كيف سيتم استعراض تجربة البحرين في مجال التعليم العالي؟ نعم، هيئة جودة التعليم والتدريب حريصة دائما على استعراض الإنجازات اللي قامت بها المملكة في لتطوير التعليم والتدريب وتحقيق الرؤية 2030. ففي كل مشاركاتنا الخارجية ومن ضمنها طبعا مؤتمر الشبكة الدولية اللي يقام كل عامين، نلفت النظر إلى العناية اللي توليها القيادة الرشيدة وعلى رأسهم جلالة الملك حفظه الله ورعاه بكل ما هو من شأنه رفع مستوى التعليم وتقديم مستقبل أفضل للأجيال القادمة. هذا كله استعراضنا ومشاركاتنا الدولية في كل المحافل اللي بالإمكان نحن نشارك فيها أكسبنا ثقة المؤسسات الدولية والاعتراف الدولي بما تقوم به الهيئة من مهام. ونتيجة لذلك طبعا كان التصويت بالإجماع في مؤتمر شيكاغو 2015 على أساس تكون مملكة البحرين هي الدولة المضيفة لمؤتمر الشبكة الدولية 2017. إضافة لذلك طلب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بأن اجتماعهم الإقليمي للوطن العربي يكون في مملكة البحرين. فطبعا مثل ما تفضلتي هو إعدادا لمؤتمرهم العام اللي يقام كل 10 سنوات إن شاء الله 2018 بيكون في باريس. فهم للإعداد لهذا المؤتمر يقومون بعمل اجتماعات في مختلف أقاليم بحيث أن تغطي العالم بالكامل. فمملكة البحرين هي اللي بتستضيف الدول العربية لهذا اللقاء، وطبعا هذا كله بفضل الدعم اللي نلقاه من القيادة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم. طبعا هو راعي المؤتمر، فالبحرين خطت خطوات واثقة وأسهمت في رفع اسم المملكة يعني الهيئة وعملها إقليميا ودوليا في مجال التعليم والتدريب. نعم دكتورة، كيف سيتم تعميم أو إلى أي مدى يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سيتم استعراضها في المؤتمر على المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين؟ نعم، المؤتمر دي طبعا مؤتمر الشبكة مؤتمر دولي بيغطي أو سيحضره من جميع دول العالم، فهي فرصة المنتسبين لمؤسسات التعليم العالي في المملكة وفي المنطقة ككل لحضور مثل هذا المؤتمر يعني معرفة ما يدور من تطورات في مجال التعليم العالي. فالشبكة الدولية تقوم بعمل مؤتمرها في منطقة مختلفة كل مرة، يعني أنا أتكلم عن قارة مختلفة. نعم. يعني قبل سنتين كان في أمريكا، فبهذا الشكل بحيث أنها تتيح الفرصة للمعنيين بالتعليم العالي للاستفادة مثل من هذه المؤتمر
المجموعات القيمة اللي تحضر هذا المؤتمر، ففرصة ممتازة ليس فقط للمعنيين في التعليم العالي في المملكة ولكن في الوطن العربي ككل، خصوصا طبعا في أن احنا يلي المؤتمر في تاريخ 2 مارس بيكون مثل ما قلت الاجتماع الإقليمي لليونسكو، وهذه فرصة كذلك حتى لباقي الدول العربية، وإحنا حين ننسق مع الدول العربية بحيث أن يعرضون تواصلهم عن التعليم العالي في بلدهم، بحيث أن احنا نشوف شنو الاحتياجات المستقبلية، بحيث هذه مثل ما قلت سيعرض في المؤتمر العام اللي سيقام في باريس 2018. نعم دكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، شكرا جزيلا لك.